السلام عليكم، كلشي مزيان؟ الصحة بخير. معكم بدر جوار، عازف على الدربو. حكم كان وقع واحد المشكل في مدينة سطات، كنت خدام في واحد السهرة، كان ديال اتصالات، مقمة اتصالات، خدمت وكنت خدام واحد السيد عيط ليا، هو وقت سطات، جيت خدمت معاه وهادي كدا من الآخرة، وقع ليا واحد المشكل في صبعي، نزابت وفهمت وبقيت خدام، يعني كنعزاف وخدام، يعني خدام خدام، والدم كيدوز كيطشطش. واحد الحالة يعني ما شاء الله، يعني بحكم حتى واحد ما سول فيا، حتى واحد ما قال داك السيد المسكين نشوفو كيفاش بقى، كيفاش ولا، كيفاش كذا، كيفاش، يعني حتى واحد ما سول فيا علاش بغيت نفهمها. واش هاد البلاد ما فيهاش الروح ديال الاسلام، ما فيهاش بلاد اللي مهتم بك يحس بك؟ دابا في بحال بالنسبه دابا لاوروبا، دابا حيوان كتوقع عليه غير مشكل بسيط، ما عرفتش شنو كيديروا عليه، والناس ما عرفتش شنو كيوقع لكم، ما كيتسوق حتى واحد. علاش خدام كنعزف والدمايات كطشطش وكلشي، يعني من الساريج بان كيقتلوك غير بان كيتصور معاك، يبغي يطلع يتصور معاك يجي لك فيسبوك، يعني بنادم باش غادي يرضيك يعيط لك الغاد ويسول فيك ويطري مسكين كيبقى ولا شنو وقع ليه، ولا مسكين راه يتقطعوا ليه سبعانه ولا وقع ليه شنو، داكشي بدون شعور ما غاديش نقدر نوصفو، يعني ملي كان ديك الساعه مغيب. فهمتش؟ انا عندي يعني شي اصوارات مع هاد الاله، يعني شي حاجه كبيره، يعني مغيب ما شاء الله، يعني ما متسوقش الدمايات، شكون اللي مسوقش الدمايات؟ شكون؟ يعني انا وعاقش على راسي ديك الساعه، فهمتيني؟ واش لهاد الدرجه مهووس بهاد الاله؟ بزاف، شي حاجه اللي ما طيحتش على بالك، يعني بزاف 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 بزاف، كنموت عليها وهي شركه حياتي. انا حين حبا يعني بزاف من اللي باغاك تطلع وبادي وكذا، ولكن انا يعني الناس ما قدرونيش، ماشي البيبليك، يعني الناس ديال الاتصالات، الناس اللي خدمت معاهم، يعني ما مصيفطي ليا في الخدمه شحال مصيفطي ليا؟ 150 درهم، 150 درهم ديالاش؟ واش ديال فاس ولا واش ديال اشناهي ديالاش؟ ما فهمتش، هادشي اللي بغيت نفهم، ما شموش بهم وما داروش ليا شي حاجه.